بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في مقرر الفقه للصف الأول متوسط، الفصل الدراسي الثاني. سنراجع إن شاء الله في هذا اليوم الوحدة 12 والوحدة 13 والوحدة 14. الوحدة 12 سجود السهو، والوحدة 13 صلاة التطوع، والوحدة 14 صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. فنبدأ مستعينين بالله في الوحدة الأولى سجود السهو، وسنأخذ إن شاء الله تعريف سجود السهو وحكمه والحكمة من مشروعيته وأسبابه ومحله وصفته وسهو المأموم. أما تعريف سجود السهو فهما سجدتان يسجدهما المصلي لجبر خلل في الصلاة، هما سجدتان يسجدهما المصلي لجبر خلل في الصلاة. ما حكم سجود السهو؟ حكمه أنه واجب عند حدوث السهو في الصلاة بزيادة أو نقص أو شك. ما الحكمة من مشروعية سجود السهو؟ يعني لماذا، لو سألناكم ففكر معانا، لماذا شرع سجود السهو؟ لماذا المصلي إذا أنقص في صلاته يسجد للسهو؟ لماذا؟ نعم، شرع الله سبحانه وتعالى سجود السهو إرغاما للشيطان الذي أنسى هذا العبد في صلاته، وجبرا للنقصان، وإرضاء للرحمن. هذه هي الحكمة من مشروعيته، وممكن أن تكتبوها عندكم لأنها من ضمن الأنشطة في ذلك. ما هي أسباب سجود السهو ومحل سجود السهو؟ وهذه لعلنا نرجئها، لأنها تحتاج تفصيل طويل، نرجئها إلى فيما بعد. صفة سجود السهو، صفته هو كأي سجود، مثل أي سجود في الصلاة. إذا سجد فإنه يقول سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين يقول ربي اغفر لي، ثم إذا رفع من السجدة الثانية بدون تشهد يسجد، يسلم عفوا، يسلم وينصرف. هذه هي صفة سجود السهو. وسهو المأموم هذه سنتكلم عنها بعد قليل. ما هي الأسباب التي يشرع لها سجود السهو؟ أولا الزيادة في الصلاة، إذا زاد مثلا ركوع أو زاد سجود فإنه يشرع سجود السهو. كذلك النقص، النقص من الصلاة سهوا، والنقص يكون إما بنقص ركن من أركان الصلاة أو نقص ترك واجب. الشك مثاله إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، والآن في صلاته ما يدري هل هي أربع ركعات أم ثلاث ركعات، فله حالتان، إما أن يغلب على ظنه شيء فيأخذ بغالب الظن، يعني مثلا يغلب على ظنه أنها ثلاث فإنه يجعلها ثلاث ويكمل الصلاة الركعة الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية ويسجد للسهو. أو إذا كان لا يغلب عليه شيء، لا يدري هل هي ثلاث أم أربع، ففي هذه الحال يبني على اليقين الذي هو الأقل ويجعلها ثلاث ركعات ويسجد كذلك الآن للسهو. هل سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ أي الموضع الذي يسجد فيه، هل يسجد قبل السلام أم يكون السجود بعد السلام؟ الجواز يجوز، يجوز السجود للسهو قبل السلام أو بعده، والأفضل أن يكون قبل السلام إلا في موضعين. الأول إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، مثلا يصلي العصر
فسلم بعد الركعة الثالثة، هنا أنقص ركعة. فهنا في هذه الحال يجوز له أن يسجد قبل السلام، الجواز يجوز، ويجوز والأفضل أن يكون بعد السلام، لأنه سلم عن نقص ركعة، لأن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بركعة ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. هذه الحالة الأولى، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. الحالة الثانية، إذا شك في صلاته، قلنا قبل قليل من أسباب سجود السهو الشك، هنا شك في صلاته وغلب على ظنه أحد الأمرين، يعني إما أنها 3 ركعات أو 4، غلب على ظنه أنها 3 وعمل بظنه، فإنه في هذه الحال يكون بعد السلام. إذن الخلاصة أعزائي الطلاب أن السجود يكون قبل السلام إلا في موضعين، وهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، أو إذا شك في صلاته وغلب على ظنه أحد الأمرين. أما إذا شك في صلاته ولا غلب على شيء، ما غلب عليه شيء، يعني لا يدري هل هي 3 ولا 4، فقلنا في هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل، يجعلها 3 ركعات ويكون السلام متى؟ نعم، متى يكون السلام؟ السجود السهو، هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ نعم، يكون قبل السلام. لماذا؟ لأنه في هذه الحال شك في صلاته وبنى على اليقين. إذن نخلص من هذا أن جميع حالات السهو في الصلاة تكون قبل السلام إلا في موضعين، إذا سلم عن نقص ركعة، أو إذا شك وشرط آخر وغلب على ظنه أحد الأمرين وعمل بهذا الأمر، فإنه يسجد بعد السلام. أتمنى أن هذه المسألة تكون واضحة لكم. صفات سجود السهو ذكرناها لكم قبل قليل، وقلنا أنه كالسجود في صلب الصلاة. ماذا يفعل المأموم إذا سهى إمامه؟ إذا سهى الإمام فالمأموم ماذا يفعل؟ له حالات، المأموم له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مسبوق. ما معنى مسبوق؟ نعم أعزائي الطلاب، نعم، ما معنى مسبوق؟ مسبوق يعني الإمام سبقه بركعة أو بركعتين أو ب3 ركعات، هنا المأموم مسبوق يسمى. أما الغير المسبوق هو الذي يكون مع الإمام، الإمام لم يسبقه بشيء. فإذا كان مسبوق فله حالتان، وإذا كان غير مسبوق، إذا كان مسبوق فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون سجود الإمام للسهو قبل السلام، فيجب على المأموم متابعته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإمام، يعني هذا المأموم مسبوق، قلنا فاتته ركعة، يعني جاء في الركعة الثانية، دخل مع الإمام في الركعة الثانية. الحالة الأولى أن يكون سجود الإمام للسهو قبل السلام. الآن السهو سجود الإمام قبل السلام، يعني ليس بعد السلام، الحالتين اللتين ذكرناهما لكم قبل قليل، وإنما السجود الآن قبل السلام. هنا يجب على المأموم متابعة الإمام، وهذه واضحة لأن السجود قبل السلام. أما إذا كان بعد السلام، فإذا سلم الإمام، الآن سلم الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، المأموم في هذه الحالة يفارق الإمام، يقوم لقضاء ما فاته، إذا كان فاتته ركعة أو ركعتان، لأنه مسبوق. هنا له حالتان كذلك. الآن تصوروا هذه، مسبوق وسجد الإمام بعد السلام، مسبوق وسجد الإمام بعد السلام، فإذا سلم الإمام فارقه المأموم لقضاء ما فاته، وهنا له حالتان.
الحالة الأولى أن يكون قد أدرك سهو الإمام، يعني مثلا جاء في الركعة الثالثة والإمام قد سهى في الركعة الثالثة، فهنا إذا سلم المأموم بعد قضاء ما فاته فإنه يسجد للسهو لأنه أدرك سجود الإمام. أما إذا لم يدرك سجود الإمام، أتى إلى الإمام مثلا في الركعة الثالثة، يعني فاتته ركعتان والإمام قد سهى في الركعة الأولى، فهنا المأموم لم يدرك الإمام في الركعة الأولى، لم يدرك سهو الإمام في الركعة الأولى، فهنا لا يجب عليه أن يسجد للسهو. أما إذا سهى المأموم في صلاته، الآن المأموم يصلي صلاة العصر أو صلاة الظهر أو المغرب خلف الإمام، وسهى هذا المأموم، سهل هذا المأموم ترك مثلا قول سبحان ربي الأعلى، فله حالتان. الحالة الأولى إذا كان غير مسبوق، وقد بينا لكم قبل قليل ما معنى غير مسبوق، يعني ما فاته شيء، فهنا لا يسجد للسهو لأنه يجب عليه الآن أن يسجد مع الإمام، يجب عليه أن يسجد مع الإمام. الحالة الثانية أن يكون مسبوق، يعني فاتته ركعة أو ركعتان، وهنا يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته. لعل هذه المسألة واضحة. نأتي الآن إلى الوحدة الثالثة عشرة وهي صلاة التطوع. صلاة التطوع الحكمة مشروعيتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته. إذن صلاة التطوع هي لجبر النقص الذي يحصل في صلاة الفريضة. أنواع صلاة التطوع: أولا السنن الرواتب، ثانيا صلاة الوتر، ثالثا صلاة الضحى، رابعا صلاة التراويح، وخامسا صلاة الاستخارة، وسادسا تحية المسجد، وسابعا التطوع المطلق، وثامنا سجود التلاوة، وتاسعا سجود الشكر. هذه أنواع صلاة التطوع وسنتكلم عنها باختصار. السنن الرواتب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها هذه 6 ركعات، وركعتين بعد المغرب هذه 8 ركعات، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر هذه 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت صلاة الوتر. يجوز أو يشرع للإنسان أن يصلي بعد ما يصلي العشاء أن يوتر بركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات إلى طلوع الفجر، وأفضل الوتر أن يكون في الثلث الأخير من الليل. عددها أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، حكمها سنة مؤكدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. أفضل وقتها، الأفضل أن يصلي الإنسان الوتر في آخر الليل إن كان يثق من نفسه الاستيقاظ في آخره، وإلا صلى في أوله قبل أن ينام. صلاة الضحى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، سلامة يعني أي مفصل، يصبح على كل مفصل وعدد المفاصل لدى الإنسان 360، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد طلوعها فيما يقارب ربع ساعة، حتى قبيل زوال الشمس
تقريبا قبل 10 دقائق، هذا هو وقت صلاة الضحى. صلاة التراويح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم بلغنا رمضان ووفقنا لقيامه وصيامه. انظر إلى هذا الفضل العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، تصديقا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر، إذا قامه من أجل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الاستخارة، المقصود بصلاة الاستخارة كل واحد منا يأتيه أمر من الأمور، يقع في حيرة من أمره، لا يدري أيهما يختار. فالمشروع للمسلم إذا حصل له أمر مهم، مثلا التقديم على جامعة أو على وظيفة أو على زواج أو ما شابه ذلك، فإن الأفضل أولا أن يستشير. وإذا استشار استخار الله سبحانه وتعالى، يصلي صلاة الاستخارة، يصلي ركعتين ويقول هذا الدعاء، دعاء الاستخارة الذي رواه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك. هذا هو الدعاء. أنصحك عزيز الطالب أو الطالبة أن تحفظ هذا الدعاء، أن تحفظ هذا الدعاء وتقوله في كل أمر من أمر حياتك: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني، ويسمي هذا الأمر مثلا التقديم في جامعة أو مثلا على وظيفة أو على زواج في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني. قال: ويسمي حاجته، ممكن أن يذكر الذي من أجله صلى صلاة الاستخارة. إذن صلاة الاستخارة من أنواع صلاة التطوع. كذلك من أنواع صلاة التطوع تحية المسجد، وهي ركعتان، وهما ركعتان يركعهما المسلم إذا دخل المسجد. فإن المسلم إذا دخل المسجد يسن أن يركع ركعتين إذا دخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. لكن لو دخل المسجد وبدأ في السنة الراتبة، مثل السنة القبلية، سنة الفجر وسنة الظهر، بدأ بهما، فإن هذه بدل تكون عن تحية المسجد. بين حكم تحية المسجد في كل حالة من الحالتين الآتيتين: الأولى، من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، هل يؤدي تحية المسجد ولا يصلي مع الإمام؟ نعم، إيش رأيكم؟ نعم، يدخل مع الإمام ولا يأتي بتحية المسجد، فصلاة الفريضة تغني عن تحية المسجد. السؤال الثاني: من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، فماذا يفعل؟ هل يجلس أم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ ما رأيكم؟ نعم، يصلي ركعتين تحية المسجد. نأتي الآن إلى التطوع المطلق، يعني يصلي ركعتين في أي وقت، وهذه سنة ومشروعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فكل ما كان في الليل الإنسان أراد أن يتطوع يصلي ركعتين، فهذا أفضل وأكثر أجر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. سجود التلاوة يشرع للمؤمن إذا مر بآية سجدة في القرآن أن يسجد للتلاوة،
قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ما هي صفة سجود التلاوة؟ وما المسألة الثانية؟ سجود المستمع. صفة سجود التلاوة: إذا كان في صلاة فإنه يسجد، يكبر ويسجد، أو كان خارج الصلاة فإنه على حالته يكبر ويسجد سجدتين كأي سجود. ويقول ما يقول في سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول ما ورد: اللهم لك سجدت وبك آمنت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي به أجرا وضع عني به وزرا، إلى آخر الحديث. كل هذا مشروع وجائز. إذا كان ما حفظ هذا الدعاء فإنه يقول سبحان ربي الأعلى. سجود المستمع: إنسان يستمع لقارئ، ثم هذا القارئ سجد للتلاوة، فإنه يشرع له أن يسجد للتلاوة. أخيرا، سجود الشكر: يستحب للمؤمن إذا وقع له أمر يفرحه فإنه يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه هذه النعمة، أو دفع الله عنه مصيبة كادت أن تحل به فسجد شكرا لله على هذه النعمة. ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها؟ مر معنا أن صلاة التطوع ليس لها سبب، يصليها الإنسان في أي وقت، فهل كل الأوقات يشرع للإنسان أن يصلي فيها؟ ما رأيكم؟ نعم، في أوقات لا يشرع الصلاة فيها ومنهي عن الصلاة فيها. الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح في رأي العين، يعني قرابة ربع ساعة بعد الإشراق، هذا هو الوقت الأول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. الوقت الثاني عند توسط الشمس في السماء حتى تزول. الوقت الثالث من صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الصلوات الجائزة في أوقات النهي، يعني يجوز أن الإنسان يصليها حتى ولو في هذه الأوقات. ما هي؟ قضاء الفرائض. مثلا إنسان فاتته، تذكر أنه لم يصلي الظهر بعدما صلى العصر، فإنه يجوز له أن يصليها في هذا الوقت، وقت النهي، يقضي هذه الفائتة. صلاة ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، إنسان دخل المسجد في وقت نهي فإنه يأتي بتحية المسجد، إنسان طاف حول الكعبة العصر فإن له أن يأتي بسنة الطواف، كذلك صلاة الكسوف لو كسفت الشمس في وقت نهي فإنها تصلى في هذا الوقت المنهي عنه. الوحدة الرابعة عشرة: صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. صلاة الاستسقاء: أولا، تعريف الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى بإنزال المطر عند الجدب، والمقصود بالجدب يعني ضده الخصب، يعني أرض خصبة، يقال أرض جدباء جمعها أجادب، وهي الأرض التي ليس فيها نبات. نريد الآن أن نعرف صور الاستسقاء، هل لابد أن تكون صلاة؟ صور الاستسقاء ثلاثة. أولا، الصورة الأولى صلاة جماعة مع الخطبة والدعاء بصفة خاصة وهي أكملها، وهذه هي صلاة الاستسقاء. الصورة الثانية الدعاء في خطبة الجمعة. الصورة الثالثة الدعاء في أي وقت بطلب السقيا. إذا هذه ثلاثة صور: الصلاة جماعة مع الخطبة، والثانية
الدعاء في خطبة الجمعة، والثالثة الدعاء في أي وقت بطلب السقيا. المقصود في هذا الدرس هي الصلاة جماعة مع الخطبة. وقت مشروعية صلاة الاستسقاء، يعني متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ تشرع إذا حبس المطر وحصل الضرر من انقطاعه. إذا حصل الضرر من انقطاعه مثل ماذا؟ مثل جفاف الأرض، موت الحيوانات، حصول المجاعة، كل هذه من الصور التي تشرع فيها صلاة الاستسقاء. ما حكم صلاة الاستسقاء؟ سنة مؤكدة عند وجود سببها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. هذا حكم صلاة الاستسقاء. وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قد الرمح إلى وقت الزوال، إلى قريب من وقت الزوال. موضع صلاة الاستسقاء، يعني أين تصلى صلاة الاستسقاء؟ هل تصلى في المساجد؟ أم تصلى في مصلى العيد؟ الأفضل والسنة أن تؤدى في مصلى العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صليت في المسجد فلا بأس، كأن يكون الجو باردا، أو في بعض الظروف مثل المدن الآن تصلى في المساجد. ما هي صفة صلاة الاستسقاء؟ الصلاة أولا هي ركعتان بلا أذان ولا إقامة، يجهر فيهما بالقراءة، يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام وبعد أن يستفتح للصلاة وقبل التعوذ والقراءة يكبر 6 تكبيرات، يعني مع تكبيرة الإحرام تكون 7 تكبيرات، ثم يتعود ويبسمل ويشرع في القراءة، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال 5 تكبيرات، يعني بعدما يرفع يقول الله أكبر وهو ناهضا إلى الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات. الخطبة هي خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي تأمر بها. وإن خطب قبل الصلاة فهذا جائز، وإن خطب بعد الصلاة فكل هذا جائز إن شاء الله. ما هي سنن صلاة الاستسقاء؟ أولا أن تتضمن الخطبة موعظة وتذكيرا للناس بما يلين قلوبهم. ثانيا تعيين يوم للخروج إليها ليكون الناس على استعداد لذلك. ثالثا الخروج إليها بخضوع وخشوع وتضرع وتذلل مع إظهار الافتقار إلى الله تعالى. ورابعا الإكثار في خطبة الاستسقاء من الاستغفار والدعاء، ويكثر من الأدعية المأثورة مع رفع اليدين والإلحاح فيهما. نأتي الآن إلى صلاة الكسوف. صلاة الكسوف حكمها سنة مؤكدة، دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلاها لما كسفت الشمس في عهده، كما دل عليها أمره صلى الله عليه وسلم. إذن هي سنة ثابتة بالفعل وبالقول. وبالقول قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صلاة الكسوف من حين كسوف الشمس، إذا كسفت الشمس فإنها تصلى صلاة الكسوف، وإلى التجلي، إلى أن
يتجلى الكسوف، فإذا تجلى الكسوف فقد انتهى وقت صلاة الكسوف. ما هي صفة صلاة الكسوف أو الخسوف؟ ما صفة صلاة الكسوف؟ هي ركعتين بأربع ركوعات، بأربع ركوعات، ركعتين بأربع ركوعات، ثم بعد ذلك يسلم. بعد ذلك نريد أن نعرف السنن لصلاة الكسوف أو الخسوف. أولا النداء لها بقول الصلاة جامعة وأن تصلى جماعة، والتطويل في الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها وكثرة الدعاء والتضرع والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.